هل يجوز لهذه المطلقة أن تخرج لزوجها وأن تتحدث معه في وقت العدة؟ إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى على غير عوض أو الثانية على غير عوض فإن لها أن تتحدث إليه وأن تجتمع به وأن تتجمل له، لأنها زوجة ما دامت في العدة. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فقال بعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الوقت الذي هو وقت العدة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات إلا في مسائل استثنوها. نعم.